بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح أداة مهمة من أدوات الذكاء الاصطناعي اللي ممكن إن أنا أضيفها على برنامج الريفيت وبرنامج السكتش أب. أنا النهاردة هشرح على برنامج الريفيت. الأداة دي بنحملها عن طريق موقع اسمه ايفولف لاب، تمام؟ طيب هنروح على الموقع ونضيف الأداة ونشوف الأداة دي بتعمل لنا إيه. هاجي على متصفح جوجل وهكتب ايفولف لاب فيريتس، تمام؟ هنا اول واحد عندي اهو ايفولف لاب، هاجي ادوس عليه بالشكل ده كده، فتح لي الموقع اللي انا هحمل عليه الفيريتس. زي ما احنا شايفين ده الموقع، والاداه دي بستخدمها في ريندر سواء للسكتش اب او للريفيت. انتم شايفين بتديني رسومات زي ما احنا شايفين كده عن طريق الذكاء الاصطناعي. طيب بحملها ازاي؟ عندي هنا داونلود فور ويندوز وداونلود فور ابل. انا هدوس على داونلود فور ويندوز وبعدين اسطب الاداه. طبعا الاداه عندي متحمله على البرنامج. هنروح على برنامج ريفيت ونشوف هنستخدمها ازاي. فتحت الريفيت وعندي الاداه اتحملت اهي، شايفين المنيو بار دي اهي موجوده ايفولف لاب اهي، بدوس عليها بالشكل ده كده، وهنا فيريت اي اي وعندي ستارت. طيب انا هدوس على ستارت من هنا، فتح لي زي ما احنا شايفين الرسمه بتاعتنا اللي انا هعمل لها الريندر، تمام؟ وعندي هنا بيقول لي ريندرز ريميننج 30. انا عندي 30 محاوله ممكن ان انا اعملها مجانيه من الموقع، بعد كده احنا بنعمل شراء من الموقع، بنشترك فيه بفلوس، تمام؟ طيب انا عندي اهو زي ما احنا شايفين دي الرسمه اللي عندنا وعايزين نعمل لها ريندر. باجي اختار الستايل اللي انا عايزه اعمله، عندي اكتر من ستايل موجود هنا، ممكن اختار اي ستايل منهم عشان اعمل الريندر يكون شكل شبيه بيه. طيب انا هاجي اخد مثلا الستايل ده كده، جه هنا عند كومبوس من هنا، وعندي هنا بقى ممكن ان انا اغير في الجيومتري اوفر ريد، ممكن ان انا اكبر واصغر فيها، كل ما بزودها بيكون الدقه عندي بتبقى احسن في الريندر، تمام؟ مع كل ما زود من دي بيكون الدقه احسن. عندي الماتيريال اوفر ريد هخليها 100، الويدث والهايت عندي ده اللي هو ريزوليوشن، لو انا دوست كده عليه يعني بيقول لي هاير ريزوليوشن ويدث، اهو نفس الكلام للهايت. الرسمه بتاعتي بختارها از انتيرير ولا از اريال فيو ولا تيربو ناتشر ولا اتموسفيريك، هو مختار لي الاثنين دول، انا هسيبهم زي ما هم. عندي الشكل ده لو انا رجعت للاكسبلور، انا مثلا مختاره الستايل، اختار ستايل من الستايلات الموجودة دي، فمثلا انا اخترت الستايل ده، فهو هنا شرح لي الستايل هنا في البرموت، فشرح لي الستايل ده عبارة عن ايه. ممكن انا اغير الكلام ده واكتب اللي انا عايزاه، تمام؟ بعد كده هيجي اقول له ريندر، هنسيب الحاجات دي زي ما هي وهنقول له ريندر ونشوف هيعمل ايه. ادي الرسمة بتاعتي زي ما شايفين اهي، ونزلها هنا كمان. ادي الرسمة بتاعتنا عملها لي على حسب الستايل اللي انا طلبته. لو دوست كده ده الاصلي، رجعت كده دي الرسمه اللي عندنا. ممكن ان انا اعمل سيف ليها، احفظها عن طريق هنا اهو، بدوس كده واعمل لها حفظ، تمام؟ طيب انا هاجي اغير الستايل ده بستايل تاني ونشوف هيعمل لنا ايه. هنيجي نختار ستايل تاني، هروح عند اكسبلور ادوس كده واجي اختار الستايل الاولاني اللي هنا ده اهو، ونشوف هو شرحهولي ازاي. نروح على كومبوس وهنا اهو اختار اللي هو مودرن ديزاين ويز لارج ويندوز، هو هنا شرحهولي، تمام؟ وهاجي اخليه اشيل من هنا تربو ناتشر اخليه اتموسفير، تمام؟ وهنعلي هنا الجيومتري بالشكل ده كده اهو، بس هنخليه 100 ونشوف ايه اللي هيعمله. هقول له ريندر. زي ما شايفين ده التصميم اللي انا اخترته. طيب لو غيرت الستايل بستايل تاني، مثلا هنختار الستايل ده كده ونيجي برضو هنخلي ده زي ما هو، هنشيل الاتموسفير هنا، هنشيل من هنا ونخلي تربو ناتشر بس اللي موجوده، ونخلي الجيومتري بالشكل ده كده، نخليه مثلا في النص، شوف هيعمل لنا ايه. وكده بنجرب مع بعض، وانتوا طبعا بتجربوا الرسومات اللي انتوا عايزينها، تمام؟ ونسيب الباقي زي ما هو ونقول له ريندر. اهو اداني شكل تاني للرسمه بتاعتنا. ممكن بقى ان انا اغير في الوصف هنا، يعني
يعني الوصف نفسه اغير فيه، بدل هنا طول جراس مثلا اخليها جراس بس من غير طول، اهي اشيل بس دي، يعني ممكن اغير فيها او ممكن اكتب اي حاجه انا عايزاها. during rain ممكن ان انا برضو احذفها من هنا واخلي الباقي مثلا موجود، واجي اقول له render اهو غير الشكل زي ما احنا شايفين كده. يبقى احنا ممكن نكتب اللي احنا عايزين ونوصفه في الجزء اللي موجود عندي هنا اللي هو البرموت. لو جينا احنا بقى شفناهم هندوس عليهم كده، ادي اول رسمه، تاني رسمه، تالت رسمه، رابع رسمه. طبعا كل ما باجي اعمل رسمه بالنسبه لي التجريبي عندي بيقل عندي من هنا. انا عندي هنا 25، انا استخدمت 5 رسومات، كان في رسمه قبل كده وادي 4 رسومات تانيين. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.